ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. في الفيديو ده هنرن البروجكت بتاعنا وهنشوف ازاي هنظهر البانل بتاعتنا. واحد يقول لي يا عم ما احنا بنروح هنا تمام، وفي البريفيو بنقول شو بريفيو ان ويندو كده. انت ما عملتش رن، انت بتقول له انا عاوز اشوف البانل عامله ازاي مش اكتر كده. انت ما بتعملش رن، احنا عاوزين نعمل رن في البروجكت بتاعنا زي ما كنا في السيوينج. بنيجي في المين وناخد اوبجكت من الفريم اللي احنا كنا عاملينها. الفريمه دي كانت بتبقى كلاس، فكنا بناخد منها اوبجكت ونقلها شو تمام. عاوزين بقى نعرف ازاي هنظهر الفريمه بتاعتنا اول ما نعمل ران للبروجكت بتاعنا تمام. دي حاجه. بس قبل ما ابدا حابب بس اعمل كده حاجه اكشن صغير كده. هجيب ايمج فيو تمام، احط هنا مثلا تمام، وهصغره. هنزله تحت كده جنب اللوجن تمام. وانا هروح هنا في البروبرتيز، في عندي ايمج اسمها لودر. هنشوف دلوقتي مع بعض نت بينز تمام في الايمج تمام. ده جيفت بيتحرك. المفروض اول ما اعمل لوجن دي تظهر تمام، لغايه ما يعمل لوجن ويجيب له ايه البيج الثانيه. هنشوف ازاي هنهندل الحته ديت بالكود، بس هنسيبها دلوقتي زي ما انتم شايفينها تمام. ده اول حاجه. نخش بقى على الكود بتاعنا تمام. هنروح على النيت بينز بتاعنا. اول حاجه هنعملها في المين بتاعتنا هنروح نعمل اكستند لكلاس اسمه ابلكيشن تمام، من جافا اف اكس ابلكيشن. الباكج اسمها جافا اف اكس ابلكيشن. اول ما تك انتر هيقول لي اعمل ايه اوفر رايد لايه للابستراكت ميثود. واحد يقول لي المفروض بنعمل اوفر رايد لما بنعمل امبلمنت للانترفيس، ازاي وانا عملت اكستند لكلاس اعمل اوفر رايد؟ هقول لك انت ناسي ان في حاجه اسمها ابستراكت ميثود. ابستراكت ميثود دي اول ما تعمل اكستند لكلاس في ابستراكت ميثود بيجبرك انك تعمل اوفر رايد للابستراكت ميثود ديت تمام جدا. هروح عمل لي اوفر رايد لفانكشن اسمها ايه ستارت. المفروض اول ما اعمل لونش هنا في المين للبروجكت بتاعي او الابلكيشن بتاعي بينفذ لي الستارت ويبدا يعرض لي ايه البانل او الفريم بتاعتي. هنشوف ده كله مع بعض دلوقتي. اول حاجه هنعمل ايه دلوقتي؟ المفروض اروح اجيب البيرنت بتاعي. فانا هعمل اوبجكت من كلاس اللي اسمه بيرنت تمام، من جافا اف اكس بيرنت تمام. هسميه مثلا روت ايكوال اف اكس ام ال لودر دوت لود جيت كلاس دوت جيت ريسورس تمام. وهنا هديله اليو ار ال او السورس بتاعي بتاع الريجستر دوت اف اكس ام ال. اول حاجه مهما كنت واقف اتك بس باك سلاش واديله الفولدر بتاعك وبعدين الفايل بتاعك. هنا هقول له فرونت اند تمام باك سلاش ريجستر دوت اف اكس ام ال. طبعا اي غلطه في اي حرف العمليه هتبوظ منك تمام. عملنا الروت بتاعتنا. هنروح نعمل اوبجكت من حاجه اسمها سينس تمام. سينس هناخد هنكتب اسم الاوبجكت تمام ايكوال نيو سينس. سينس دي بتعمل ايه؟ بتاخد 3 بارامتر، بتاخد الروت بتاعتنا وبتاخد الهايت بتاعها والويتس بتاعها. هنقول له 600 مثلا في 500 الويتس في الهايت تمام. لغايه كده ماشي تمام جدا. هنروح بعديها احنا قلنا الستارت بتاخد اوبجكت من الستاج تمام. احنا هناخد اسم الاوبجكت برايمري ستاج دوت سيت سينس تمام، وهندي له السينس بتاعنا. لغايه كده تمام جدا. هقول له بريمير ستاج تمام دوت سيت
فيزابل فولس عشان ما اخليش اليوزر يقدر يتحكم في السايز بتاعها، واقول له في الاخر بريمير ستاج دوت شو. احنا لغايه دلوقتي عملنا الفانكشن بتاعتنا، عملنا الاكستند الابلكيشن، والفانكشن اللي اسمها ستارت عملناها اوفر رايت، وكتبنا جواها الكود بتاعنا. المفروض ده كله في السيونج بتبتدي في المين، وبعد كده كان في برضو شويه من الاوبريشن كنت بتعملهم او اللاينز كنت بتكتبهم وبتعمل ران وايه بتشتغل وكل حاجه كانت تمشي معاك تمام لغايه كده. تمام جدا. تمام، هنروح في المين هنعمل لونش تمام، وندي لها الارجس بتاعتي تمام، ونعمل ران ونشوف هل هيشتغل معانا ولا لا. تمام جدا، اشتغل معانا وكل حاجه تمام. اما عملنا سيت ريوزابل فولس هنا ما اقدرش ايه اعمل السايز بتاعت ايه بتاعت الايه الفريم بتاعتي او البانل. تمام، لو انت عملت لها ترو هتقدر تكبرها وتصغرها. تمام جدا. طبعا هنا المفروض دي ما تظهرش لما اعمل كليك على اللوجن تمام، والمفروض لما اعمل كليك على اللوجن يحصل اكشن معين، واما اتك على ساين اب يحصل اكشن معين، وده كله يا جماعه هنهندله بس واحنا شغالين. احنا المفروض كنا بنعمل تيستنج للبروجكت بتاعنا. تمام، في حاجه كمان جديده هنتعلمها، احنا نرفع الفايلز بتاعتنا بس واحنا في نيت بينز. طريقه سهله جدا، بدل ما بتروح تكتب كوماندز بتاعتك هتكتب في النيت بينز. تمام، هعمل نيو او هعمل كيك يمين على البروجكت بتاعي، هعمل جيت عندي اد كده، انا ضفت الفايلز بتاعتي. تمام، هعمل كليك يمين جيت، هعمل ايه المفروض كنت بعمل اد، بعدين اعمل ايه اعمل كوميت. تمام، هروح اعمل ايشو الاول امبلمنتيشن مين اند تيست بروجكت، وعملت اساين لنفسي سبميت نيو ايشو، هاخد دي كلها كوبي، هروح في نيت بينز هعمل هنا ايه بيست. قلت لك عاوز تغير في ده غير، اكتب اللي انت عاوزه، اهم حاجه في الاخر تنتهي بايه برقم الايشو بتاعك هاش 4. تمام، احنا المفروض كنا بنعمل كان هي اوبن، كنا بننزل نعمل ايه كلوز من تحت. تمام، انا عاوزها تعمل لي كلوز من غير ما انا اروح اول ما اعمل بوش يعمل لي هو كلوز لوحده، فهكتب قبليها هكتب كلوزز هاش 4 كده، هو هيقفل لي الايشو من غير ما اروح انا اقفلها. تعال نعمل كوميت كده، بعد ما عملت كوميت خلاص عمل كوميت، هروح فاضل لي خطوه واحده اللي هي ايه بوش، هنزل في الريموت تحت هنا عندي ايه بوش. تمام، هعمل نيكست، هعمل نيكست، هعمل فينش، هنستنى بنعمل بوشنج، عمل بوشنج وخلص، هروح هناك شوف عمل لي كلوز لوحده وحط لي الكومنت بتاعي وكل حاجه. تمام، اتمنى يا جماعه يكون الفيديو فيه افاده وتعلمنا حاجات جديده، واهمهم كمان يعني اللي عجباني فيهم انك بترفع الفايلز بتاعتك من على النيت بينز. تمام، وعملنا ران للبروجكت بتاعنا. ان شاء الله الفيديو الجاي هنبدا في البيج بتاعت الساين اب، ونهندل الدنيا بتاعتنا ونظبط البانل بتاعتنا. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح، ولو في اي حاجه مش واضحه تواصل معايا، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.